ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت جريدة أخبارنا الإلكترونية وفق مصادر مطلعة جدا أن الفنان الهرم محمد الخلفي جرى نقله قبل حوالي الساعة إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، حيث من المنتظر أن يجري خلال هذه اللحظات عملية جراحية عاجلة. وجدير بالذكر أن الفنان محمد الخلفي مر خلال السنوات الماضية بظروف صحية صعبة جدا ألزمته الفراش، حيث ظل يعاني في صمت في غياب تام للرعاية الصحية الضرورية قبل أن تتدهور أحواله اليوم، ما اضطر إلى نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء.